السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الصلصة الحارة الخضراء أو الهريسة ولكن خضراء، اللون ديالها أخضر باستعمال الفلفل الأخضر الحار، وهي كيتميزوا بها بزاف الآسيويين خاصة الهنود والباكستان. إذا خديت أنا 6 ديال الحبات من الفلفل الأخضر الحار اللي هو طويل، هذا كيكون شي شوية ما كيكونش بزاف حار، وخديت 4 حبات من الفلفل الاخضر الحار الصغير. اذا الصغير كيكون المذاق ديالو لاذع وحار بزاف، اللي ما عندوش الفلفل الاخضر الطويل هو كيكون حار وحلو في نفس الوقت، يستعمل الفلفل الاخضر الحلو. وبطبيعه الحال الفلفل الاخضر الحار عندي 8 الفصوص ديال الثوم، وعندي 3 قطع صغيره من الزنجبيل، وعندي تقريبا ربع طماطم صغيره مقطعه من زوعه النوى. بالنسبه للتوابل عندي قليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود، بطبيعه الحال ما غنستعملوش الفلفل الاحمر. ثم غادي يحتاجوا الخل الابيض وزيت الزيتون في مقلاة. اذا نضع ملعقه ونصف من الزيت، ثم نسكب الخليط كله. اذا نخليه تقريبا لمده 5 ديال الدقائق. كيدبل شويه، كنضيفوا التوابل اللي هي الملح والفلفل الاسود. اذا ما خصوش يطيب، خصو غير يدبل شويه لان باش يسهل علينا نطحنوه. ثم من بعد 5 دقائق اخرى غادي نطفي على النار ملي كتحسوا بها دابله، وغادي نطحنوا الخليط في مولينكس. وقبل ما نطحنوه غادي نضيفوا ليه بطبيعه الحال زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون، ميمكنش تبدلو بشي زيت اخر باش يتحفظ لينا. اذا غادي نحطو 4 المعالق كبيره من زيت الزيتون. اذا هاد الصلصه تقريبا كتعطينا نصف قرعه صغيره من الصلصه، وانما هي راه حاره بزاف. ثم نضيف 4 ملاعق من الخل الابيض، اذا 4 ديال زيت الزيتون 4 ديال الخل الابيض، اذا في نفس المقلاه بدون اضافه الزيت. ملي كنطحنو الخليط كنخليوه حتى كيغلي على هذا الشكل، غير كيغلي كنطفيو عليه، نردو معاه البال يغلي نطفيو عليه، ثم نحطوه في زجاجة ونديرو زيت الزيتون في الأعلى وشكرا.